الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وندمجنا أهتوش، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وندمجنا أهتوش ونتنو إيه نقر إيه قناة أفريقيا يمبالو لسنت ور لسنت قزي بهل منا بقهد سنت أبقوا ينبرو إن شاء الله بك بلوال. الحمد لله بسمنا بسم بهلو إتبعان سم هوني لزيك أنا يغنبو سواج بتأمس غانا يدرسات شون أملو أنا يدرقوت درقيت دومو الله سبحانه وتعالى من دات شون اندي كفلات شو هلاتشن إجاتشن ودسما يدرقن استيدو عنا رقلات شو إن شاء الله. ونتينو الله سبحانه وتعالى بقرآن من دنو ميلو يقول سبحانه وتعالى إن سعيكم لشتى. يسو لجكو سراو يتلاييكونو سراو يقرمات شوال يعني بزو سوى شالو أهون ليلا قنات يمع سيا قنات وانجل ميدرقبت زموت يميدرقبت يا الله انت لها تشام يدرقبت قنات إن ساتلايت سنتنو يالو أهون بزو ناتشو أرلا نعم. لكن النزيه دمو الله وفقاتشو سبحان الله الله يودو لعلمنا لدرسنا لتوحيدنا لصلاة لمن يميا قلقل قناة مقنبات شونا يهن نقر مكفتات شو والله العظيم بتقام منهم ياسدستو إنيا دمو ببكولاتشن بتقام إدلون يشنين والله العظيم بقوان قواتشن ببهلاتشن دمو علمات شو راسات شو بهلاتشن يمياوكو نا بشتاتشن يمياوكو كذب هلا ابيتك كوش بله يتزنانا شاي يتتا يبله يتتا عالم كبير بك انت بلا سبكو ابيته لاي كوش بلو ابيته لاي كوش بلو علم سيساته ما هذه النعمة يا اخوة بتقام كبادنا تلك هونو تسقانو يهنا ونتينو تلك الدلنو نجي الله زندن تأيك بتالن انا ادرا نو ملاتشو انا انت سمتاتشو بسماتشو مسرتاتشو لان الزا يمايكو تنيك انا تند تكفتي يمايكو تسويتشم قابزاتشو الزين دتامتو بتقام ادرا نو ملو انا لالله مسقانا يدرسو ولتنيا دمو يهن انا تكفتو سويتش ايان دان دوبر يعني بميزاناتشو اندي هادر قلاتشو الله سبحانه وتعالى بسمينا بسماتشو هوني الله نألمنا لهم الشي كذي قتلن قدي يزاري أرستاتشن العلم يلال علم تمهرت مالتنو الزي لاي تمهرت مالتاتشن يساينس يبايولوجي منامن مالتاتشن أدلم لا اللهن يمياساوكه دينهن يمياساوكه نبياتشنن يمياساوكه علم مالتاتشنو يعني يهن علم أنتن مرتو ወደ ጀነት የሚያስገባህና ከጀሃነም የሚያስርቅህ ዒልም ማለታችን ነው። ስለዚህ ይህ ነገር ምንድነው? በዲናችን ፈርድ ነው? ሱና ነው? ሙስተሐብ ነው? የተወደደ ነው? ላ አይደለም። ሁሉ ዑለማ የተስማሙበትና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቁርአን ያሰፈረው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዛ በተጣራ መላሳቸው የተናገሩት ጠለቡል ዒልም ፈሪዳ ፈርድ ነው። ሁሉ ሰው የሚፈልግ የማይፈልግ መማር አለበት። ናም يقول سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين وللمؤمنات. إلى الله سبحانه وتعالى أنت سو تمارستي تمار كال تماركوكو جيتهن لماوك أتتشلم كال تمارك دمو جهنبنا جنة ليته لماوك أتتشلمنا تمار ونتينو يهيتشن إدمي أتشرنج حيانج سلاس آمت أربع أمسا سلس آمت نج قفا بالمتو آمت للمقعية تمتشلو نعم. لكن كموت بوهلا يالو مقبيا يالو قزينو تقابل له بموت تقابل له لكن موشيا يالو ملايين الملايين الملايين السنوات إزا كوش بله ويم جنة ويم جهنة بيم تقبابت نقررونا باكه أدرا نوم ملاتشو انقدي. طيب سلزي يقول النبي صلى الله عليه وسلم سنة قرر مؤمن يالو طلب العلم فريضة على كل مسلم يعني لهل اسلام وندنا اسلام سيت فرضنا الى النبي صلى الله عليه وسلم دم عند نغر الله يا اخوه انت اللهن لما كفلك ان يعني يا الدنيا ماننتنا يا اخره ماننت براسه راسه ماننه انت لمن ازي هالدنيا متى من نو يا متى لمن اس متى طيب كذا بهلا سوديت لتهد نو منتنو ازي ها متى نغر اتاقم يهن يمتاوقبت علم بتشا نو كذا بهلا يعني كبيت سبوتش سلام هنا لمنور
የሚያሳውቅህ ዒልም ብቻ ነው እና ዒልም በጣም በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠለቡ ልዒልም ፈሪደቱን ዓላ ኩል ሙስሊም ብለው አንድ ህግ አስፍረዋል ማለት ነው። ጠይብ፣ እንዲያውም አንዳንድ ዑለማዎች ምን አሉ? ያኒ ምሳሌ ሲሰጡ ለምሳሌ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ትልቅ ነው፣ በጣም የበላይነት አለው፣ ልዑል ነው እና ሁወ ኻሊቅ ሰማዋት ወልአርድ ወኻሊቅ ልከውን ኩልሁ አደለም ይሄ ነገር። እና የአላህን ትልቅነት ለማወቅ ከፈለክ እኮ ወላህ አለዚ ላኢላሀ ኢላሁ አለ ዕልሚ ምንም ነገር ልታውቀው አትችልም። ይሄ ነገር ምሳሌ ሲሰጡት ዑለማ ምን አሉ? እኛ ሁላችን እናውቃለን ፊርዖን አና ረብኩም ልአዕላ ያለ እኔ ነኝ አላህ አላህ የሚባል የለም ያለ ፊርዖን። ይህ በጣም ጭንቅላጡ የህፃና የእንስሳ ጭንቅላጥ የነበረው ፊርዖን ምን አለ? የነሱ አማካሪዎች ሁላችን እንደምናውቀው ጠንቋዮች ነው ነበሩ። አማካሪዎቹ ሚኒስትሮቹ በሙሉ ጠንቋዮች ናቸው። እና ምን አሉት ፊርዖን አሉት፣ በዚህ ዓመት የሚወለድ አንድ ህፃን አለ፣ እሱ ያንተን አልጋውራሽ ያንተን አልጋ ይወርሳልና ተጠንቀቅ አሉት። ከዛ በኋላ ይህን ነገር ወስዶ ፊርዖን ደግሞ ምን አደረጋሉ? ያኒ በዚህ ዓመት የሚወለደው ህፃን ሁሉ እንድትገድሉት አለ። ሁሉ መገደል አለበት። ምክንያቱም ያኒ እንግዲህ ጠንቋዮቹ ምን አሉ? በዚህ ዓመት የሚወለደው ከአኑ ያዕርፉን ዕልመ ልገይብ ስብሓንላህ። በዚህ ዓመት የሚወለደው ስላሉ እሱ ደግሞ በዚህ ዓመት የሚወለደው ህፃን ቀጥታ ከእናቱ ህፃን ከወጣ በኋላ ወደ ቀብር ወሰዱት ግደሉት ብሎ ትእዛዝ ሰጠ ማለት ነው። አሁን አንዲት ሴት ለመውለድ ስትል በቃ አንድ ቀን ሲቀራት ወታደሮች ያመጡዋታል እና እዚህ ያስቀምጠዋታል። ከወለደች ልጁ ያዩዋል። በቃ ህፃን ከሆነ ልጃገረድ ከሆነች አላጡል ገድሎ ነው የሚጥሏት ነበሩ። አሁን ወንድ ከሆነ ያኒ ገድሎ ይጥሉት ነበር። ላኪን አላህ ስብሓነ ወተዓላ ቢዓዘመትህ ወጀበሩትህ ወኪብርያእህ ተሐዳሁ ወላሂ አይሆንም አለ። እንዲያውም ይህ በዚህ ዓመት የሚወለድ ሙሳ የሚባለው ልጅ እንኳን ልትገድለው አንተ እንዲያውም ተደብቆም አያድግም፣ ወይም ደሞ ከዚህ አገር ሸሽቶም አያድግም፣ በአንተ እቅፍ ነው የሚያድገው አለ። ስብሓንላህ ሹፉ ተሐዲ ልኢላሂ። እና እኔ ነው የምችለው ይስ አንተ ይላል። ስለዚህ ይህ ልጅ ሊወለድ ነው፣ እንደገና ደሞ በአንተ እቅፍ አንተ እየወደድክ ሟህ እያልክ ነው የምታሳድገው ብሎ ተሐዳሁ አላህ ስብሓነ ወተዓላ። ልክ እንዳለው ደሞ ሙሳ ሲረገዝ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ያኒ መልእክት ላከና ለኡሙ ሙሳ ምን አላት? አንቺ ሴት ይህን ልጅ ስትወልጂ በአንድ እንትን ዘንቢል አድርገሽ በባህር ላይ ጣዩ አላት። እና በባህር ላይ ጣለችው። እና እንግዲህ በዝርዝር እንዳንገባ ሄዶ ወደ ፊርዖን ቤት ሄደ ማለት ነው። የተንሳፈፈ እዛ ሄደ። አሁን አሲያ የዘውጃ የፊርዖን ሚስት ነች። ምን አለች? ቁረቱ ዓይኑን ሊ ወለክ። አንተ ፊርዖን እኛ እኮ ልጅ የለንም፣ ይህ ልጅ እኮ በጣም ቆንጆ እኮ ነው፣ ደስ እኮ ነው የሚለው፣ ምን አለ ለምን እንደዚህ ታርደዋለህ አለችው። ይህ ነገር ማሳደግ አለብን እንጂ እሱ ደግሞ እንግዲህ የሚስት ንግግር ነውና እሺ ብሎ ተቀበለና አሁን ወደዱት። ሹፉ ሀዘ ተሐዲ ሚን ላህ። እና አሐበሁ ፊርዖን ወአሐበትሁ ሚን አሐበትሁ አሲያ። አሁን በእቅፉ እያደረገ እያባባለ ማሳደግ ጀመር። ያኮና የአላህ ቁድረቱላህ በጣም አያስገርም? ፊርዖን ያለው ወንድ የተወለደው መገደል አለበት አለ። አላህ ደግሞ ላ እንኳን ልትገድለው ቤትህ መጥቶ አንተ አቅፈህ ነው የምታሳድገው አለው። እና አቅፈው ያሳድገው ነበር። ከዛ በኋላ ሲያሳድገው አንድ ቀን እንደዚህ አድርጎ ሲያጫውተው ልጁ እንግዲህ ገና አንድ ዓመትም አልሞላውም። ያኒ የፊርዖን እንትን ጺም እንደዚህ አድርገ ሲጫወትበት በሸቀ ፊርዖን። እንግዲህ ፊርዖን እንደ ስሙ ነው። በሸቀና ይህ ልጅ አሁን የጀመረኝ እኮ ነገ እኮ የኔ አልጋ የሚወስደው ሰው እኮ ነው ምናምን አለ። ከዛ በኋላ አሲያ ምን አላችሁ? ያ ፊርዖን አላችሁ፣ ምንድን ነው አንተ ህፃን የምትሆነው? ይህ እኮ ህፃን ነው፣ አያቅም እኮ አሁን ጥቁርና ቀይ ምናምን ለይቶ የማያቅም ልጅ ነው። ላሳይህ አለችው። ናም እና አንድ እሳት አመጣች፣ አንድ ትንሽ እሳት፣ በቃ ቀይ እሳት፣ ጋለች እሳት አመጣች። አንድ ደግሞ ተምር አመጣችና አስቀመጠችው። ከዛ በኋላ ልጁ እየተንፋቆቀ ትንሽ ነው እንደዚህ እያለ ሁለቱም ሲያይ እንደዚህ እንግዲህ እሳቱ በጣም የሚያንጸባርቅ ነገር ስለሆነ ከተምሩ እሳቱን መረጠ ማለት ነው። አያቅም እና አምጥቶ እሳቱን ወሰደና በአፉ ከተተው። አሲያ ምን ትላለች? ያ ፊርዖን አለችው፣ ያንተን ትልቅነት ያንተን ኪብሪያ
ያንተን ያኒ ክፉነትና ያንተን እንትን ምንነት ቢያቀ ኖሮ እንደዚህ ያደርግ ነበርአለች አይደለም የውለ እሳትና ተምር ለይቶም ለማወቅ አልቻለም ስለዚህ እሳት ወሰደ ትንሽ ይደግና ካደገ በኋላ ነው አንተ ለምን እንደዚህ ያደረክ ብለህ ትቆጣው ብላ አስተማረችው ምን ለማለት ነው የፈለኩት አሁን እኛ ደሞ والله لو عرف الانسان قدر الله سبحانه وتعالى وعظمته يا الله انت لقنت يا الله ما ننت ما نو يه اله لمن تفطر لمن فطرن هو الاله ونحن عبيد يه نجر بدن بارغو يم يساوقه علم بتشا نو يه نجر بدن بارغو بدم سر يمياسغباو علم بتشا نو انا لك اندزي نو ልጁ ስለማያቀ ነው የተሳሳተው አንተ ደግሞ ካላወቅኮ ቀኝና ግራ ለይተህ አታቅምና በጣም ዒልም መውሰድ አለብህ ነው ምንለው طيب ከዛ በኋላ እንዲያውም ዑለማዎቹ ምን አሉ አዛመዱትኮ ጀናና ዒልም ጀሃነብና ጀህል ሁለቱም አዛመዱዋቸው እንዴት አዛመዱዋቸው መሰላችሁ يقول سألنا الجنة አንቺ ጀና ብለን ጠየቅናት نعم የማን ልጅ ነሽ አልናት እኔ አው እኔማ የኢማንና የጥሩ ስራ ልጅ ነኝ አለች አባቴ ኢማን ነው እናቴ ደግሞ ጥሩ ስራ ነው ብላ መለሰች ምን አልናት እና والله صدقت يا جنة አልናት ወነትሽ ነው አልናት لان الله سبحانه وتعالى يقول في القران ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز الكبير سلازي الذين امنوا وعملوا الصالحات ايمان يلونا بتام بتام طرو سرا يسرى اسنو جنه ميغبا اذا جنه ايمان لجنك يا ايماننا يا طرو سرا اشي كذا قتلو سالنا دمو ايمان انت ايمان انت طرو سرا ان انت طرو سرا انت دمو ايمان يمان لجوش ناتشو بلن سنطيقاچو منالو اباتاچن ما علم نوالو كعلم نو او والله قلنا صدقتم ونتاچو نوالنو مكنياتهم مطفو سرانا طرو سرا ليتو متتاوقو بعلم بيتشا نو ايمانو راسو من بله نو متامنو اهون بالله شيخ هده علم كان وسدك من الله من دنو شيطان نو الله من دنو سماي نو الله من دنو دنغاي نو ما نو مياساوقه تمشي وتجلس ركب على ركب يعني مع العلماء ثم تتعلم توحيد وشرك وهول نجر ان الله ما يساوك علم بتشانو كذا قتلن متان ان انت جهنم بالنات يمن لجنش انت بلن طيقنا اني اتاكوني من دي اني ما يكفر يشرك يمطفو سرا يمعصي لج كونني انزي نو اباتوچاچي اباتوچي بنا من عليك كذا قتلن من قالنا والله اونتش نو قالنا لان الله سبحانه وتعالى يقول ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين اندزي هلال نعم سلازي انغدي جهنم يمان لجنه يا اخوه يكفرنا يشركنا يزي لجوشنا كذا بهالا طيق اندمو انت شرك انت كفر انت ان انت ونجل متادرغوت انت ان انت ونجل انتوش يمان لجوشنا تشو بلن سنطيقاتشو إنيا ما يجهلنا نالو جهل أيوة الشرك يأتي من الجهل والكبرياء والغطرة سيأتي من الجهل والزنا وكذا لأن أنت ما تعرف قدر الله سبحانه وتعالى لا تعرف أن الله يراقبك سبحان الله إن علمك لله بمن نيوم وانجل لتقبا قد يلها ما أنت ما تعرف هتسألنها أنت إذن تعلم حتى تعرف ربك تمر نجهن جننا جهنم ليته لتوك كتفلقه ممر اللبه نملو ولذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هذا العلم الى لنبياتنا علم قال نبي صلى الله عليه وسلم ان دفلك ادلم كفلك تمروا له كالفلك تتواله ويم دمو كمرطك وتمر له كالمرطك وتتوال والله اندزي ادلم الله كمرطه بيتشا نو علمي متوسدو ايه نجر بزو سو نو ميستو علم يميساتو الله سبحانه وتعالى لم يودو بيتشانو يتاك الله شو لمسال عندان سوشون لالو هرين نزي دومو بك آزم بلاد هرهاري وج ودو حالانو يغوتوتون من دنو علم 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 لالو هل قزي صلاة علم حاج زكاة من دنو والله أقول لك بصراحة يح علم يميساتو الله لم يودو بيتشانو تاك الله شي نقر نعم ترو ماس رجالام تالله شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يقول من يريد الله به خيرا
يفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. سبحان الله العظيم، الله وددلت بعلم استاس قبته استمروال. نعم، يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته، من يلالو اقلب الحديث، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. نقلب الحديث، ايش تكون الحديث؟ من لا يريد الله به خيرا لا يفقه في الدين. إذن إذا أراد الله بك خيرا يعلمك، ما أراد الله بك خيرا جهل. هنا هنا متنرو سلزي يا الله من رجع أنا ونا بتآم بتآم التنكك اللبن. واسمعوا يا أخوة دمو استي ودزي وكنيقا كتاتول استي. رسول صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح من يلالو مسلاتشو، اسمعوا إلى هذا الحديث. يا حديثكو بزوق زي تسمع اللاتشو بزوق زي أنهم تسموت، لكن وستم استئرو ونتينو أتاوكتم من دنو ميلو إنيقن والله إن حديث سانب لك كسو إقر نوم هدو. من يلالو النبي صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. يعني أندسو لالله بلو علم لموسد بلو كهدالو بمجمّر درجة بسم الله بلو كبيتو سيوات آ ودا علم سيهد الله سبحانه وتعالى دمو يجنّان من قد نميت أرقلت السورة سوي علم من قد أرقو بسم الله سلاله يجنّا من قد دمو الله يتأرقلت لنا بكاللالو جنّا يمياس قبابت علم نمو وسدو إلالو نبياتشن. حديثو قناة التج الرسم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. سبحان الله. انا جنا عند تماري كونو يهن كتاب بزيه يزو علم لموسد بلو كبيتو سيوطا. يا اخواننا هنا غير تسمتواچو ياقال اني سمعنيال عندان غزي ود مجلس العلم سهد مندنو متايو نبياچ اندالوت جنا انت ارمجا ود ارمجا يادرك كبيت ستوطا ملائكه الرحمن ሁለት ክንፋቸው ያደረጉ ዝቅ ከፍ ዝቅ ከፍ ያደረጉ ይያጀቡ ይሄዳሉ። እናምናለን ነቢያችን ዋሽተዋል እንበል ነክፉር طيب ምንድነው ይሄ ነገር حق ነው አንተ አታየውም ላኪን ወደ ዒልም ስትሄድ ወንድም ሴትም ያ አንተኑ መላእክቶቹ ክንፋቸው ወደ ታች ወደ ላይ ያደረጉ ልክ አንድ ንጉስ እንደወጣ ይያጀቡት ነው የሚሄዱት ይላል ነቢያችን ሰለላም طيب وإن العالم سبحان الله وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في 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 شو اسمه في الماء ان بمريت يالو بسماء يالو فطروش بمولو انسسانو ملائكانو اتكلتنو يفلقون فطور لذيه علم يمتقلبو سو كل جزي اللهم اغفر له اللهم ارحمه ايالو مغفرة نا انتن يتقلبو لتالك الله ይህ ነገር ማን ነው አሁን ዒልም የሚወስድ ሰው ማን ነው ተሰምቶት የሚያቅ እንዲሰማህ ያስፈልጋል ምክንያቱም ካልተሰማህ አታምነውም ካላመንከው ደግሞ ነቢያችን ዝም ብሎ ነው የሚናገሩ የለም ማለት ነውና በጣም መጠንቀቅ አለብን ነው ምንለው طيب ከዛ ቀጥሎ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة استرسا ليس تنسى أسرع مستك أن سيادر قنتنو يعني شارك أو أسرع مستك أن سيادر يكبر لك عندك واسنو ميهنو أهون السوبة دم ببرحان كاوتا كوكوبة شو كواكوبة شو بمولي يتأفعلو سلزي من إلالو نبي صلى الله عليه وسلم عالمنا ليلة سوكو عندك شارك أنا عند ليلة كواكوبة تنو بتقام برحان يعلونا تلك سونو مالتا شونو بل كذيب لا يتناقرت نبي صلى الله عليه وسلم فضل العالمي على العابد تصوروا لببلوا فضل العالم مش على اي انسان لا على العابد هلا تسوي تشالو عنده عالم نو عنده دمو بتام عباده ميادرغو طرو سو نو ليلي تسجد لي صومال بزو عباده ميارغو عنده دمو عالم نو تصور هلتم طرو سوش ناتشو لكن يح عالم كزح عباده ميادرغو بلطاتاتشو نا ليونتاتشو يلالو كفضلي على ادناكم يعني إننا عند ترى صحابي ليونتاتشو إننا فضلاتشو بلتاتشو إنديتنو بلا بالطيق إندن السنو عليه عالم لك كعبادة ميادر قوسو ليونتاتشو إننا عند صحابي نو ولالو سبحان الله إذن العالم مكانه كبير جدا نعم نعم وقال صلى الله عليه وسلم في الأخير من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله نا جهاد في سبيل الله
لك نو علم مطلب علم لموسد بتهد انت لك بجهاد في سبيل الله اندال لهم يقطروا مالت نو. طيب طيب يقول سبحانه وتعالى دمو عند نجر من يعني الله سبحانه وتعالى عند مهونن لمسكر التي يفلق نبر ان سماي مريت بمولو فطروش مرت ان ما نو اني عند مهون يمسكر لي يعني كذا بحالا سيفلق سيفلق سوست بيتشا نو ياغني سوست بيتشا الله عند مهونن لئلنته كبرته تلقنته ماننته يمسكر لت سوست بيتشا ياغني ሌሎቹ በሙሉ እንትናቸው ማለት ነው እነማና ሰው ስነዚህ አንዱ እሱ ራሱ ነው الله سبحانه وتعالى يشهد على نفسه انه لا اله الا هو وحده لا شريك له ይህ አንድ ምስክር ነው ሁለተኛ ደግሞ ዝሮ 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 ሲፈልግ እነዛ ወንጀል የማያደርጉ ጣሃራ በራራ የሆኑ መላእካ እነሱ ደግሞ መስክረዋል الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له في كبريائه واسماءه وصفاته عندهم هندم مسكروا اهم كسو كسو اندزي اندزي بلو اينا على عالم ليلى على غنيم ان الله سبحانه وتعالى ملائكوتشو ملائكوتشو هلتنيا ناتشو الله عندهم هنون يمسكروا ملائكوتشو ناتشو اهم بسو زند اندزي بلو سملكت عند سو بتشانا غني الله سبحانه وتعالى وهو هم العلماء علماء بتشا سلازي الله عندنتنا تلقنته ماننتنا لئلنته يمسكروا ثلاثه ناتشو الله سبحانه وتعالى الملائكه ومن الناس العلماء فقط يقول سبحانه وتعالى هن نجر ما سرجاب مارق يقول سبحانه وتعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم اذا الله سبحانه وتعالى سوست مهناچون ينغرنا المالتنو طيب بتام يميغر من نغر كني غاسم مستي الله سبحانه نبياچ صلى الله عليه وسلم سلا علم تلقنتنا سلا علم ماننت سيناغرو عند كن كونو قچ بلو صحاباچو قچ بلو النبياچين قچ بلوال منالو الرسول صلى الله عليه وسلم من يلالو سموستي يالواچو انانته صحابا مانو اهون كنانته ازا እዛ ሱቅ ሄዶ በየቀኑ ሁለት ግመል የሚያመጣ ያኒ በነጻ ገንዘብ ሳይከፍል ወይም ሳይሰርቅ ወይም ያኒ ለብነት ሳይሆን እንደዚህ ሄዶ ሀዲያ ሁለት ግመል የሚሰጠው ማን ነው ይሄን ነገር የሚወደው አሉ። ይገባቻው አባባሌ ያኒ ለምሳሌ እናንተ ሰዎች እዚህ አላችሁ ደሞ ግመል ያሉት ለምንድን ነው ነብያችን ሰለላም በዛ ጊዜ ግመል እንደ ማርሰደስ ነበር የሚታሰበው ግመል እንደ BMW ነው ግመል እንደ ትልቅ Land Cruiser ነው በዛ ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ አረቦች በጣም ግመል ይወዱት ስለነበር ማን ነው ከናንተ የሚወደው አሉ ምንድነው ከዛ ሱቅ ሄዶ ሁለት ግመል በየቀኑ የሚያመጣ ሳይሰርቅ ነው ቆሎ ዝም ብሎ ይሄድና እንካይሉታል ሁለት ግመል ማን ይወዳል ካሉ ወሃ ነቢያችን ምን ነው ከወት ሁላችን እንወዳለን ይሄማ አሉት ሁላችሁም ትወዳላችሁ አው فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأتي أحدكم إلى المسجد فيتعلموا آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين كوماوين يعني تلالك انتنو تلالك قملوش كموسد بيك أنو بمسجد مطو هلت قرآن آية بمار كنزا هلت قملوش يهني بلت آل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سلزي العلم كبير جدا نعم طيب اهو نقدي عند نغر علم يمن مارو علم من اينت علم مهنا لبت علم وزونو سفينو علم سلازي من اينت علم كنيا مفلقو اهو لمثاله ازي بس تجربا يالو كتاب بمول تماراچو بنل يا هونم لكن من اينت علم كنيا الله مفلقو بلنس تنطيق اشي سلازي نبياچن صلى الله عليه وسلم ሁለት ግመል በየቀኑ በነጻ ከመውሰድ ሁለት አያ ሚነል ቁርአን በመስጂድ መጥተ ብትማራቸው ነው የሚሻለው ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ሁላችን ለዒልም እንሰለፍ ለዒልም ብለን በጣም ረጋ ብለን ዒልም እንወሰድ ይላልኩ የዛሬ ሐለቃችን ወይም ደሞ የዛሬ ደርሳችን እዚህ ያቆማል ግን አርእስቱ ተጨርሷል ማለት አይደለም ኢንሻአላህ በሌላ ጊዜ እንገናኝ ስለ ዒልም ይቀጥላል ማለት ነው والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين